بسم الله الرحمن الرحيم. من المواطن علي جبار محمد من سكنة محافظة ميسان، تبعا للمقطع القديم سافرت بتاريخ 9/6 لغرض العلاج التبعية لإيران. هذا علاج، هاي اشاعات، هاي تقارير، هاي طرقاعة. لا رايح اتونس ولا رايح سياحة ولا رايح فلك يفلكم. اتعرضت، اخذت المترجمة وانخطفنا بمعين زادة بالاهواز. اتعرضونا 6 اشخاص بالطريق بسيارة، اتسلمنا، اخذوا جوازاتنا واخذوا بما يكفي. ذاكرة بالمقطع الاول ناشدت لا حياة لمن تنادي، ناشدت صحت ويا سلمنا العراقيين لا ترحون. اتأذينا، ظليت هناك، اتخذت لا قانوني تقارير الطبية عدة دنجين. هذا الطفل شممه جليل، هذا شممته جليل. هذا ذا رحنا اخذنا اجراء قانوني ولا يومين قضيناها. اذا هو طلع بمطار عمي الاهواز رئيس عصابة، هاي صورة مطار عمي الاهواز، هاي صورها احتفت، هاي احترافاتها. قالت وانا سلمت المجموعة مقابل مبلغ مادي، اللي راح موبايلاتي، جوازاتي، فلوسي، جناسي. هذا شممه، اتعرض من الطعنات ذيول ايران الطعنات. هاي التقارير كلها مال ايران، هاي تقارير ايران كلها، هاي طبية عندنا مراجعة، هاي جوازاتهم. انا وعائلتي اذا تبقالها شهر وطلعت، والله هسه اليوم يخابرون طلعت براءة. هنا نعرف بهاتهم، والله ما يحمل ايراني، احرق بهاتهم.